اهلا بيكم معانا مره تانية بعد الفاصل. عايزين دلوقتي نشوف البط اخذ طبعا احلى وش، شايفين بقت التسويه بتاعته كده تقريبا نص تسويه، يعني عشان هيكمل بقيه التسويه في الشوربه بعد ما نضيف بقيه الاضافات. ادي كده بعد السطوانه وبعد ما سلى تقريبا كل حاجه، كل التست بتاعه، وادي كمان كده تقريبا دخلنا على مرحله الرمياج، لحد ما بقت رمياج. بعد الرمياج مفروض احنا بنرفع كل العظم ده، اذا كان سواء عظم التلو سواء كان اي عظم، بعد كده بناخده الكل اللي قدامنا ده بيتفرم ويتصفى كويس قوي، بيبقى اسمه جريفي. الجريفي ده احنا بقى بناخده نوظفه. نرجع تاني بصلايه المفرومه هنضيفها بقى على البط، لانه ايه كانش هينفع خالص نحط البصلايه كل التوقيت ده مع سطوانه البط، البط بياخد وقت. ادي بصلايه مفرومه، اول ما هتبقى سوتيه شويه ضيف لها عودين روزماري. طبعا الروزماري حاجه كده، روزماري اطلع اطلع. ادي واحد اثنين، ما بستخدمش في الروزماري العظمه دي اللي هو العود نفسه، لا انا بعمله كده بقطفه، باخد الاوراق الخضراء بس، والعود ده ما بستخدمهوش لان هو تقريبا زيه زي الريحان، بيمرر جوه الاكل، بيغير لي. ده مش يعني ده العود ده اللي ما بستخدمهوش، انا باخد بس الورق كده بتاعه الاخضر وهديله فرمه. طبعا الروزماري مع اللحوم والبط بيبقى حاجه كده ممتازه، مش في كل الشرب بستخدمه. واجي شويه هنا على البط وشويه على العكاوي، ونديها تقليبه. ادي كده بقت رمياج. عايزين بقى نضيف لها، ممكن تضيف لها شوربه لحمه بقى، شوربه لحمه من الموجوده عندك في البيت. لو ما عندكيش ضيفي ميه، هي كده كده شبعانه يعني مش هنغلب فيها، بس شوربه اللحمه هتديها يعني دسامة. الشرب دي من الشرب القوية جدا جدا، ونسبة السعرات الحرارية عالية فيها جدا. كده احنا هنضيف بقى طماطم فريش على البط ونسيبها تقصر شوية. بعد ما البصلاية كده اتكونت مع الروزماري طلع الزيت بتاعه طبعا في المادة الدهنية، هنسيبه ياخد ويدي كده شوية. طبعا الحاجات دي بنبقى احنا ايه مغرزينها كده بالسكينه شويه، ليه؟ لسهوله ان هي تستوي من جوه، يعني عشان الحراره تدخل بسرعه جوه الياف اللحمه وتستوي معايا بسرعه. وادي كده العكاوي، هي هتربط نفسها بقى دلوقتي مع نفسها كده، وبعدين نضيف التوابل هنا. ادي الملح، شيل المعلقه كده، شويه فلفل، انا بحب دايما الفلفل الابيض في كل الشرب سواء كانت بيضه سواء كانت اي لون تاني، انا بحب الفلفل الابيض. بس هنا بقى هضيف كمان فلفل اسود، ولو ريحه القرفه، ريحه حاجه بسيطه قوي، لانه القرفه من الحاجات من التوابل والاعشاب اللي بترفع لي الزفاره من اي حاجه. ممكن نستخدمها مع انواع سمك، ممكن نستخدمها مع البط. لو انت بتشمطي بط في طاسه او على جريل او على اي حاجه، سنه قرفه كده هتطير ومش هتخلي لك اي زفاره في الموضوع. نديله تقليبه كده، وصل معايا لمرحله الرمياج. هنضيف بقى بقيه البطاطسايه، نقطعها كانك بتعملي بطاطس مقليه صوابع فينجر كده. عشان لما تستوي تفضل محافظه على قوامها كده، تتاكل بالشوكه يعني مش تتهري. احنا ربطنا بشويه خلاص استوت، ومع التقليب خلاص تقريبا تلاشت يعني جوه الشوربه. هنسيبها كده، والبطاطس هتجيب سوا بقى في قلب الشوربه دي.
دلوقتي بقى انا هكمل الشوربه بتاعه البط. ضفنا كده خلاص شويه طماطم فريش، لو انت عايزه تضيفي لها صلصه بوريه ماشي، بس انا بقول طماطم فريش لانه نسبه الميه فيها عاليه، هتاخد معايا وقت على ما الميه دي هتتبخر، ففي خلال الوقت ده هيكون البط استوى شويه في قلب صوص الطماطم ده. فالصلصه البوريه اللي هي صلصه الطماطم بتبقى يعني خلاص جاهزه، حاجه كده جاهزه وهتضيفيها على طول، لا لكن الطماطم الفريش هي بتاخد معايا وقت زي ما قلت لك، وهتسوي لي البط احسن وهيبقى تيستو اعلى بكتير قوي. عايزه اشيل الشوكه دي. عندي دلوقتي عصير برتقال، عصير البرتقال ده هحط فيه قبل ما هنزله كده تقريبا خلاص البط بقى سوى الا ربع، لان انا شوحته تشويحه جامده اخد لون لحد ما بقى تقريبا التسويه بتاعته لحد ما بقت ميديم. ميديم دي اللي هي نص سوى، سوى الا تلت كده يعني. على ما ضفنا البصلايه واتستونت وعلى ما ضفنا الطماطم واتسبكت بقى تقريبا سوى لحاجه بسيطه قوي. هنضيف بقى دلوقتي معلقتين نشا كورن فلاور في عصير البرتقال. لو عايزه تضيفي في ميه مفيش مشكله، بس انا بقول في عصير البرتقال لان انا مش عايزه نسبه ميه كتير ومش عايزه اخرج عن النص كتير قوي مع البط، عشان ده بصراحه لغه لو عندي شويه. فكده كده احنا بنفكه على البارد، فنفكه في العصير اللي احنا هنستخدمه. تقلبي كويس قوي وخلي بالك ما يخرزش منك وما يكلكعش. اول ما تتاكدي ان هو خلاص اتفك كله كده من غير اي شوايب فيه، تكوني طبعا مصفيه عصير البرتقال كويس قوي من البذر ومن الحاجات دي، الياف كلها، عصير كده محترم. خلاص جاهز معايا، انزل بيه بشويش كده، حاجه كده مفتخره يعني. ونديله تقليبة. شوربة البط دي بيعملوها في أكتر من بلد بطرق مختلفة شوية، مختلفة تماما عن أسلوبنا. قبل ما بيحطوا في مثلا في أوروبا وفي تركيا، في بلاد كتير وفي مطابخ كتير، زي ما قلتلك إنه المطابخ دي مذاهب مدارس مختلفة. هضيف بس شوية مية عشان وهي بتغلي تكمل بقية التسوية بتاعتها، تديني ويلدن بقى للناس اللي ما بتحبش تشد في اللحمة يعني. أنا عن نفسي أنا بحب التسويات في اللحوم الميديم، في ناس بتحبها ويلدن يعني اللحمة تبقى مهرية شوية، الناس الكبار والأطفال الصغيرين. هغطي الحلة. قبل ما بضيف عصير الطماطم، لو انا بشتغل في مطاب او لو انا بشتغل مش لمصريين، في حاجه بنضيفها عشان بس نقول على طريقه عمل شوربه البط دي بالطريقه الصح، بنضيف لها شويه كونياك. الكونياك ده مش للمصريين يا جماعه، بس احنا عندنا بدايل التست، بدايل التست في الاخر، او شويه وايت واين، عصير العنب. وبالمناسبه الكحوليات دي اول ما بتنزل على النار، الدرينكات الكحول دي اول ما بتنزل على النار الكحول اللي فيها بيطير، يعني ملوش اي تاثير على اي حاجه، يعني محدش هيحس ولا بدوخه ولا بنوم ولا باي حاجه من الحاجات دي خالص. الكحول اللي بيطير كل اللي احنا عايزينه ان احنا ناخد تيست العنب او تيست الخل. فانا دلوقتي هضيف له شويه، يا اما شويه خل ابيض يا اما شويه خل بلسمك، ده البديل بتاع الريد واين اللي بيتضاف على شوربة البط، بس بيديني نفس التست ونفس الفليفر وكل حاجة، هي ما بتبقاش مختلفة كده. شوية خل عنب، حاجة بسيطة قوي كده اللي هي ايه، اللزعة، لزعة العنب كده. طبعا ريحتها جميلة جدا جدا، توابل مع القرفه، وعلى فكره ريحه العنب جوه الايتم ده ممتازه جدا جدا. هتغير لي لون الشوربه كده شويه يعني، هتحمرها لي اكتر ما هي يعني، هتديها لي شويه براون. اغطي عليها كده، في الاخر خالص هديها بقدونس، عشان البقدونس لما بيدخل غليان كتير على النار لونه بيروح. وهلم المكان وهنضف حواليا
زي ما قلت لكم انه الشرب دي من الشرب الثقيله جدا عاليه السعرات الحراريه، يعني مش اي حد بيتحملها. يا جماعه الحريفه بس الاكيله قوي زي ما بيقولوا، العكاوي والبط وهنعمل برضو الحمام، وعملنا قبل كده الارانب، يعني البرنامج بتاعنا شامل كامل متكامل. تكلمنا كتير عن حلقات شرب للاطفال، وتكلمنا كتير عن شرب للدايت وشرب للناس اللي عايزه تتخن، يعني عندنا منيو ريتش قوي. شايفين هي كده بدات تربط عشان حطينا الكورن فلاور معاها، معلقه كده بس. بقى قوام الشوربه دي اهو بقى كريمي، وريحه الروزماري طبعا مفيش كلام ممتازه. نبتدي بقى نحضر. لو انا عندي ريحان فريش ممكن اضيفه. عود ريحان فريش كده برضو بضيفه في الاخر عشان ما يمررش، بس يطلع لي الزيت اللي جوه ورقه الريحان. ونحضر الاطباق. ودي شوربه العكاوي جامده جدا جدا جدا. شايفين ادي قطعه اتنين، وزي ما قلت لكم البطاطس هتستوي من غير ما تتهري، عشان كده قطعتها فينجر ما قطعتهاش جوليان زي ال كده. ادي كده العكاوي جاهزه. معايا كمان شوربة البط، ريحة البلسامك اللي انا حطيته على فكرة روعة جدا جدا، محدش يقلق خالص من طعمه، هو مش نفاذ. شايفين قوامها؟ دي كانت حلقتنا النهاردة، وان شاء الله تكون يا رب الوصفة عجبتكم. ما تنسوش تزورونا على موقع ست البيت، بإذن الله تجربوا الوصفات ديت وهتعجبكم ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم، سلام عليكم.